أما بالنسبة لقمة الرياض فكانت الحقيقة هذه القمة دعت إليها السعودية. قمة الرياض نجحت في توحيد الصف العربي والإسلامي تجاه غزة، والبيان الختامي كان في مطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياستها العدوانية. طبعا القمة دي حضرها عدد من الرؤساء من مختلف الدول الإسلامية والعربية، ومنهم الرئيس السيسي، وزي ما انتم شايفين الرئيس الفلسطيني وليه العهد. خلينا نشوف التقرير ده، يمكن جامع لحضراتكم كده أهم ما أتى بالنسبة للقمة، قمة الرياض بشأن غزة ولبنان. أراد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء وراح ضحاياها الآلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ. جهود دبلوماسية قادتها الرياض لتجمع القمتين العربية والإسلامية في قمة استثنائية واحدة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، قمة شكلت موقفا موحدا لمواجهة الأزمة بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية. حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها. كسرت القمة برئاسة السعودية جمود الساحة الدولية تجاه الأزمة لتعيد رسم المواقف برؤية موحدة في ظل الانقسامات والتحديات. الرياض كانت محور الحراك السياسي على مستوى العالم لوقف الحرب في غزة وبعدها في لبنان. كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها. خرجت القمة ببيان ختامي يدين إسرائيل ويرفض سرديتها للحرب في قطاع غزة. أما محاولة التهجير فاعتبرها البيان خطا أحمر وجريمة حرب مرفوضة. البيان شمل سلسلة من المطالب تضمنت الوقف الفوري لإطلاق النار وكسر الحصار، بالإضافة إلى تأسيس مرصد قانوني وإعلامي لجرائم إسرائيل تمهيدا لتقديمها للمحكمة الدولية. القمة الاستثنائية ذهبت أيضا لما هو أبعد من الحرب التي يشهدها قطاع غزة، وهو الدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية عبر اللجنة الوزارية المشتركة التي انبثقت منها. سلطان العيبان، العربية.